هنعمله دلوقتي هنتكلم على scheduling. في الأول هنتكلم ايه هي ال types of relationships اللي عندنا في ال schedule، ونعمل ايه نستخدم critical path method عشان نعمل ال precedence diagram وهنشوف هو ايه in a minute. طيب ال types of relationships، ال typical types of relationships زي ما احنا اتكلمنا تقريبا الفترة اللي فاتت هي typical finish to start. يعني ايه finish to start؟ يعني أول ما activity A تبتدي هتقعد تشتغل 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 لغاية ما توصل لآخرها، أول ما A تنتهي ساعتها بقى B تقدر تبتدي وتقدر تشتغل لغاية ما توصل للآخر. فالريليشن شيب دي بنسميها إيه؟ بنسميها finish to start، بمعنى إن الفينش بتاع أول activity مربوط بالستارت بتاع تاني activity. ف that's why we call it finish to start relationship، عشان هي العلاقة من الفينش بتاعت أول activity للستارت بتاع تاني activity. فدي الطريقة اللي احنا بنقرا بيها الريليشن شيب. طيب الفينش تو ستارت ريليشن شيب ديت مكتوب جنبيها زيرو. يعني ايه زيرو؟ يعني اول ما ايه تخلص على طول بي بتبتدي. ممكن تلاقوه مكتوب جنبيها رقم اللي هو زي مثلا 3 هنا، ده معناها ايه؟ ما بين ما ايه تخلص وبي تبتدي في وقت في النص ما بينهم اللي هو ايه؟ اللي هو 3. 3 ده 3 دايز، ده بنسميه لاج. يعني ايه لاج؟ يعني هأخر بيه. فبالتالي انا ال relationship finish to start ديت يعني ايه؟ يعني اول ما activity يحصل لها finish الثانية يحصل لها start، ولو ما فيش lag يبقى immediately هيحصل start، لو في lag يبقى هتتأخر او هيحصل shift كده لل activity الثانية بال value بتاعة ال lag بتاعتنا. وزي ما في finish to start في start to start. يعني ايه start to start؟ ال start بتاعت اول activity مربوطة بال start بتاعة تاني activity، بمعنى ان ايه لما تبتدي بي كمان تقدر تبتدي. فدي بنسميها start to start relationship. وممكن يبقى في start to start relationship with lag، يعني بي تبتدي بعد ما ايه تبتدي بلاج 3، تتأخر 3 ايام برضه. طيب علشان نقدر نفهم يعني ايه بقى finish to start و start to start اللي احنا قلناهم so far، مين يقدر يقول لي example؟ انا عايزة example ل typical finish to start relationship. مين اللي يقول لنا example؟ صحصحوا كده وقولوا على طول. عايزة الكونكشن كانت بتقطع يا دكتور هيك، عايزة example لإيه؟ عايزة example ل finish to start. محمد هشام بصفتك لسه joined دلوقتي، فقول لنا إيه رأيك؟ قول لي حاجتين العلاقة ما بينهم finish to start. محمد؟ ايوه دكتور. ايوه only two activities ممكن العلاقة بينهم تبقى basic finish to start relationship. بس ده اسهل سؤال انا بسأله لك اهو. تمام. العلاقة ما بين finish to start، يعني انا مثلا لو بشتغل مثلا ببني مثلا عمارة ولا حاجة، فمثلا مش هب... في بند مثلا مش هينفع ابتدي فيه غير لما اخلص البند اللي قبله، مثلا بند اللي هو اللي انا هصب الاوعيه لازم احفر الاول، حاجه زي كده. حضرتك بتقصدي حاجه زي كده؟ ايش يبقى محمد ممكن ناخد من كلامه ونقول بعد ما اخلص الاكسكافيشن فاقدر ابتدي مثلا ان انا اعمل الشدات بتاعه القواعد مثلا. مثلا this تمام. is typical finish to start. تمام. طيب حد يقول لنا غير محمد ايه ممكن يبقى finish to start بس بلاك عشان نفهم يعني ايه لاج؟ بس محمد لاج لو يعني؟ عايز يبقى فيها لاج، يعني فيها تأخير، مش اول ما هخلص activity هبتدي اللي بعدها، لا يبقى في تأخير ما بينهم. حد يقدر يقول لنا؟ اي حد؟ طب example بسيط مثلا. لا محمد لو ينفع معلش تقفل المايك اعمل ميوت. اتفضل يوسف كنت هتقول حاجة. حضرتك كنت بتقول الاكزامبل ده هيبقى فيه لاج ولا لا، فكنت اقول لحضرتك هيبقى فيه لاج لو في مثلا في عمليه الحفر حصل تاخير، فلازم يبقى فيه لاج عشان مش لا هقدر هو حاجه. finish to start معناها ان عملية الحفر كلها خلصت، حصل finish للحفر تمام. هيبتدي يعمل start. طيب ممكن نقول example finish to start مثلا ان انا بعد ما صبيت الخرسانة لازم استنى وقت عشان الخرسانة تشك عشان ابتدي افك الشدات.
فلو activity A بتاعت مثلا بصب كاميرا بس، تعالوا نقول activity A لو كانت صب خرسانة بتاعت الكاميرا، يبقى في lag اللي هو الوقت الشك عشان اقدر ابتدي activity B اللي هي ان انا افك الشدات بتاعت الكاميرا. فبالتالي this is a relation with some lag، واللاج اللي موجود ده عبارة عن ايه؟ ده الكيورينج تايم، ده الوقت اللي خرسانة فيه بتشك. طب تعالوا ناخد اكزامبل، حد يقول لي بقى، حد يصحصح كده ويقول لي اكزامبل للستارت ستارت ريليشن شيب، بلاج او من غير لاج مش فارقة، بس حاجتين ممكن يبتدوا مع بعض. طيب انا دكتور بس كان عندي سؤال في اللي قبله، يعني هو ممكن ادمج الاثنين مع بعض؟ يعني اعمل مثلا اللي هو حصل لاج مثلا فينش تو ستارت وبعد كده حصل لاج بعد كده، يعني ايه ولا فينش تو ستارت وحصل لاج؟ يعني يعني اكتيفيتي خلصتها، انا صبيت خلاص خرسانه تمام وهستنى شويه عشان ابتدي اكتيفيتي بي اللي هي ايه؟ تمام ان انا افك الشدات. ما ينفعش اول ما اخلص صب خرسانه ابتدي افك الشدات على طول، مش هينفع، لازم صح استنى وقت عشان الخرسانه دي تشك. الوقت ده قد ايه؟ هو ده اللاج. تمام طيب مين هيقول لي اكزامبل ستارت تو ستارت؟ بدل ما انتوا مهنجين بولا اتفضل. ممكن ديزاين والتنفيذ مثلا. ماشي، start to start بلاج ماشي، بس هو الاكتيفيتي بتاع ديزاين والاكتيفيتي بتاع تنفيذ ده مش اكتيفيتي، ده انت بتكلمني على ستيج بس. اوكي فاهمه الفكره بتاعتك. ممكن نقول ان انا بصب خرسانه الكاميرا مع البلاطه، فانا الاكتيفيتي بتاع pouring concrete for the beam مع pouring concrete for the slab ممكن الاثنين يبقوا مع بعض. اول ما ابتدي صب هبتدي صب الاثنين سوا، ف this is a start to start relationship مثلا. طيب اللي بعده finish to finish، عندي two activities، مش مهم activity B هتبتدي امتى، المهم انها تخلص مع activity A. ايه ال relation اللي ممكن نقول بنسميه finish to finish relationship؟ ادوني example. طيب نظرا لان انتوا ما حدش قال حاجه لغايه دلوقتي، يعني ايه فينش تو فينش؟ يعني انا اكتيفيتي ايه اول ما تخلص لازم بي كمان تخلص معايا. مثلا لو انا بعمل عمود، انا بعمل الشدات بتاعه العمود، مش لازم اخلص الشدات بتاعه العمود وبعد كده اسقط الحديد التسليح، لا انا ممكن ابتدي اعمل الشدات واعمل وانا بعمل الشدات ابقى بعمل التسليح، وبالتالي انا بالنسبه لي المهم ان انا اخلص الشدات والتسليح الاثنين فينش تو فينش مع بعض عشان اصب الخرسانه. مش فارق معايا التسليح هيخلص هيبتدي امتى، اللي فارق معايا انه يخلص مع ان انا اخلص الشدات مثلا. ممكن اقول ده فينش تو فينش، ممكن ده يبقى اكزامبل فيري نايف، بس ممكن نقول اكزامبل تاني مثلا ان انا بعمل البلاطه. تعالوا نقول انا عايزه احط الكهرباء وانا بعمل الحديد التسليح، انا مش فارق معايا هخلصهم امتى، الفارق معايا ان هما يخلصوا مع بعض عشان اقدر اصب بعديها. فبالتالي finish to finish relationship. طب start to finish is simply ايه معناها؟ ايه activity A start بتاعها مربوط ب activity B الفينش بتاعها، فالستارت بتاع A مربوط بالفينش بتاع B. دي typical زي الفينش تو ستارت ريليشن شيب بس معكوسة. ديت ملهاش أي معنى غير إن أنا بس كتبت أسالي الأكتيفيتيز بالغلط، مش بالترتيب الصحيح. يعني أكتيفيتي B دي لو كان اسمها A وأكتيفيتي A كان اسمها B كانت هتبقى typical finish to start relationship. فبالتالي هي إحنا start to finish relationship دي تقريبا ما بتبقاش موجودة، بس بنقول انها موجودة عشان لو الواحد نسي يحط activity ورجع يحطها ساعتها ينتج عنها this kind of relationship اللي بنسميها start to finish relationship. فبالتالي احنا عندنا four types of relationships: finish to start, finish to finish, start to start, و start to finish relationships. محمد اتفضل.
دكتور هو بس انا يعني مش فاهم فكرة ان ازاي ممكن تبقى start to start ويبقى فيها lag. انا عايزة two activities يبتدوا مع بعض، بس مش لازم اول ما انا ابتدي الاكتيفيتي التانية تبتدي معها. زي ايه مثلا؟ يعني انا عايزة اعمل الشدات بتاعة العمود وعايزة اعمل حديد التسليح، العلاقة ما بينهم ممكن تبقى start to start with lag. ليه؟ لأن أنا مش هبتدي أعمل التسليح غير لما على الأقل أبقى عملت مثلا الفيس اللي ورا والفيسز اللي على الجنب، ومين وايل أبتدي بعديها بعد ما عملت الاثنين دول أبتدي أحط حديد التسليح، وبعديها أبقى أقفل عليهم بالفورم وورك من قدام أو بالخشب يعني من قدام. فبالتالي العلاقة دي بنسميها ايه؟ start to start، بس فيها lag. تمام يا محمد؟ طيب يعني معنى كده ان اللاج ممكن يبقى ليه، يعني ممكن يبقى ليه limit معين ولا عادي مفتوح للوقت بتاعه؟ اي وقت انت عايز. عايز اعمل lag يومين، عايز اعمل lag ساعتين، على حسب البروبلم بتاعته، حسب التايب اوف اكتيفيتي. بس مش typical ان اللاج بيبقى زمنه اكتر من الاكتيفيتي، والا كنا عملنا اكتيفيتي وخلاص. أيوة. هو على حسب انا عايزه لو في اكتيفيتي بتحصل، يعني مثلا لما كنا بنقول finish to start بلاج، لما اتكلمنا على الاكزامبل بتاع الكيورنج، فانا ممكن حد يقول لا انا مش هحط لاج، انا هحط اكتيفيتي اسميها الكيورنج، واكتيفيتي قبلها اسمها صب خرسانه، واكتيفيتي بعدها اسمها فك الشده. صح؟ ينفع. تمام. وفي حد تاني يقول لا مش هحط اكتيفيتي اسمها كيورنج، هحطها لاج بس. عافية محمد. طيب احنا جبنا سيرة دلوقتي اللاج، واللاج هو كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا هستنى وقت بعد ما اكتيفيتي تخلص عشان ابتدي التانية، وهي دي اللي بنسميها لاج. وعادة انا بعمل ايه؟ I'm adding positive value، I'm adding some time، بجمع على نهاية الاكتيفيتي الاولانية وليكن 3 ايام عشان ابتدي الاكتيفيتي التانية. في العكس بالضبط، حاجة نسميها overlap، ان two activities دول بيشتغلوا مع بعض، في overlap ما بينهم. ساعتها هتلاقوا كلمة overlap، ساعتها هتلاقوا كلمة negative lag اللي هو lag بس بالنيجاتيف، فبالتالي في overlap. وساعتها هتلاقوا كلمة lead. lead يعني ايه؟ يعني negative lag، يعني overlap. فبالتالي كل الكلمات دي بتقول لنا ان في overlap، كلهم نفس الحاجة. واللاج هو ان انا بستنى some time عشان ابتدي الactivity اللي بعدي او ابتدي الrelation اللي بعدي. بس فهي ديت different types of relationships. In four types of relationships, finish to start, we start to finish, or finish to finish, or start to start. Where relationships دي كلها ممكن يبقى فيها lag بالpositive أو lag بالnegative، بمعنى إن فيها overlap أو إن ساعات بنسميه lead. طيب بعد ما عرفنا خلاص العلاقات عبارة عن إيه، ممكن نبتدي بقى نشوف البروجكت بتاعي هياخد وقت قد إيه. عشان أعمل network calculations، عشان أقدر أعرف المشروع هياخد وقت قد إيه، فأنا عايز أعرف كل activity هتبتدي إمتى وتنتهي إمتى، وبالتالي المشروع كله بتاعي هيخلص إمتى، وهل أنا لو الactivity الفلانية دي بتاعتي تأخرت شوية هتأثر على المشروع ولا لا. فدي كل الأسئلة اللي هنجاوب عليها وإحنا بنعمل network calculations. عشان نعمل network calculations، بدل ما كنا بنرسم الactivity on node، لو فاكرين عبارة عن node واحدة مكتوب فيها بس الactivity، لا هنكبرها شوية، هيبقى ده الشكل بتاعها، وهنقول هنكتب فيها إيه in a minute. بس هي الفكرة ان احنا بنشوف، بنبص على النتورك كله من الشمال لليمين، وبسميه الفورورد باس، وبعض احسب الارلي تايمز. يعني ايه الارلي تايمز؟ يعني ايه اكتر وقت بدري اقدر اعمل ستارت للاكتيفيتي، بسميها ايرلي ستارت. ده اكتر وقت بدري هقدر ابتدي فيه الاكتيفيتي، وبالتالي هقدر اعرف منه ايه اكتر وقت بدري اقدر انهي فيه الاكتيفيتي، اللي هو هيبقى عباره عن الستارت بتاع الاكتيفيتي بلس الديوريشن بتاعها عشان يديني الايرلي فينيش. ونفس الحاجه بعد ما اخلص الايرلي ستارت واعدي على كل اكتيفيتيز، هرجع بالباكورد باث عشان احسب الليت تايمز، ايه اكتر وقت متاخر ينفع فيه تبتدي فيه الاكتيفيتي، وايه اكتر وقت متاخر ينفع تخلص فيه الاكتيفيتي. Without any further كلام، عشان ممكن يبقى الكلام ده شويه مش مفهوم، تعال نحل اكزامبل وهنفهمه كلنا سوا. طيب احنا بنستخدم method اسمها ايه؟ بنستخدم method اسمها critical path method. يعني critical path method دي method اللي هتوريني المسار الحرج، هنعرف ده يعني ايه. بس انا عشان استخدم critical path method هشوف هل هستخدمها على activity on node ولا على activity on arrow الاول. فاحنا اول example هناخده على activity on node،
ولما بستخدم critical path method على activity on node بسميها precedence diagram، وهو ده الشكل اللي احنا هنشوفه حالا، هو ده شكل precedence diagram لل example او case study اللي احنا عملناه في activity on node. الفكرة بقى ان انا كل activity شلتها وحطيت مكانها ايه، حطيت مكانها او كل node شلتها وحطيت مكانها النود الكبيرة دي. النود الكبيرة دي هيبقى فيها ايه؟ هتبتدي الاول بان احنا حاطين الاكتيفيتي نيم بنحطه في النص، وبعديها بنحط الديوريشن هنا. فتعالوا احنا حطينا الاكتيفيتي نيم، تعالوا نحط الديوريشن، هي دي الديوريشنز بتاعت كل الاكتيفيتيز بتاعتي. بعد كده ببتدي اشوف الايرلي ستارت والايرلي فينش ازاي. هشوف الايرلي ستارت، هقول اكتيفيتي ايه دي اول اكتيفيتي عندي في المشروع، فبالتالي مفروض تبتدي ايه في اول وقت ممكن اللي هو التايم زيرو. والله لو اكتيفيتي ايه بتاخد يومين فالمفروض انها تبتدي عند تايم زيرو وتاخد يومين، يبقى تخلص امتى؟ تبقى تخلص عند تايم تو. واول ما اكتيفيتي ايه تخلص بينفع تبتدي، لان العلاقه بين ايه and بي ايه هي finish to start relationship، يعني بي بتبتدي اول ما ايه تخلص. فبالتالي الرقم ده 2 ده هيبقى هو الستارت بتاع بي، فبالتالي هنا هحط 2 في بي. طب بي لو هتبتدي عند 2 وبتاخد يومين يبقى تخلص امتى؟ يبقى تخلص عند اليوم الرابع. تمام. طب تعالوا نشوف سي. والله سي العلاقه ما بينها ايه وما بين ايه؟ typical finish to start، بمعنى ايه؟ اول ما تخلص سي هتقدر تبتدي، فبالتالي الاثنين ديت هتبقى هيها 2 هنا اهو. ليه؟ لأن A خلصت في اليوم الثاني وبيها تبقى وفيها تبتدي في اليوم الثاني. Are you following so far؟ في حد عنده أي سؤال؟ محمد أنت رافع إيدك في سؤال ولا نفس إيدك مرفوعة؟ لا أنا سبتها كده. تمام. طيب يبقى C قلنا بتبتدي عند اليوم الثاني، وC بتاخد كام يوم؟ بتاخد 5 أيام، يبقى هتخلص C إمتى؟ عند اليوم السابع. طيب تعالوا نشوف بقى activity دي. activity دي مفروض العلاقة بينها وبين C ايه؟ finish to start، يبقى الفينش بتاع C هو هيبقى start بتاع Z، يبقى Z هتبتدي عند اليوم السابع، تاخد 3 ايام يبقى تخلص عند اليوم العاشر. تعالوا نشوف activity E. activity E علاقة ما بينها وما بين B ايه؟ finish to start، يعني اول ما B تنتهي E ممكن تبتدي، فبالتالي E ممكن تبدأ عند اليوم الرابع، وإيه بتاخد 3 أيام يبقى تخلص عند اليوم السابع. في حد عنده أي مشكلة so far؟ لو ما عندكوش أي مشكلة حد يقول لي إيه رأيه؟ إيه العلاقة F مفروض تبتدي إمتى؟ مين هيقول لي F ممكن تبتدي إمتى؟ يرفع إيديكم، اللي عنده أي إجابة يرفع إيده. F ممكن تبتدي إمتى؟ عشان نعرف F ممكن تبتدي امتى بشوف العلاقة ما بين F وما بين اللي قبلها. بولا تفضل. يوم 10. ليه يا بولا؟ ما هي معتمدة على E والD. ماشي. تمام، بس هي D هتخلص 10 والE هتخلص 7، فما ينفعش تبقى يعني نحط 7 والD تخلص 10 فتبقى في لاج ما بين الاثنين. بمعنى فولا بيقول لنا انا عندي E بتخلص 7 ودي بتخلص 10، فF بتعتمد على E ودي، فلو F ابتدت عند 7 ده معناها ان دي لسه ما خلصتش، وهيبقى عندي مشكلة لان F عايزة دي كمان تبقى خلصت قبليها. فبالتالي دايما وانا ماشي بفورورد باث بعمل ايه؟ باخد الرقم الاكبر، فالرقم الاكبر هنا هو 10، يبقى هنا هاخد 10، يبقى 10 زائد 2 يبقى 12. ليه خدت 10 تاني؟ لان انا لقيت 2 اوبشنز اللي عندي 7 و10. والله لو ابتديت بالاوبشن الصغير اللي هو 7 اللي هيحصل F هتتاخر، F هتبتدي قبل ما دي تخلص، ودي مشكله عندي. فانا بالتالي هراعي دايما الاكبر، هاخد دايما الاكتيفيتي اللي بتخلص متاخر وهي دي اللي ببتدي عندها، وده معناه ان E هتخلص 7 وهتفضل F مش هتفضل مش هتبتدي، هتستنى 3 ايام بس عشان دي تخلص عشان تقدر F تبتدي. وكده احنا عملنا ايه؟ كده عملنا what we call the forward path. تعالوا نمسح بقى ده كله ونشوف ايه العلاقة اللي احنا عملناها لغاية دلوقتي. عرفنا ان الـ early finish هو عبارة عن الـ early start زائد الـ duration.
ده اللي احنا عرفناه لغايه دلوقتي، وان انا في الفورورد باث دايما بحسب الايرلي ستارت بناء على ايه؟ بناء على الاكتيفيتي اللي قبلي. لو هو تيبيكال فينيش تو ستارت بشوف الاكتيفيتي اللي قبلي انتهى امتى ومن عنده انا اقدر ابتدي. لو عندي كذا اكتيفيتي قبلي بعمل ايه؟ باخد الرقم الاكبر. وهو ده الكريتيكال باث اناليسيس، ده اللي احنا عملناه. وهنا دي حطيت الديوريشن وابتدينا نحط الايرلي تايم بتاعت ايه، نفس الكلام بي وسي ودي واي واف. وكده احنا خلصنا what we call the forward path. طيب عايزين نيجي بقى نرجع بالراجع نعمل ال backward path ليه؟ عشان نشوف ال late times. يعني احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ عايزين نشوف ايه هو ال late finish وايه هو ال late start بتاع ال activity. طيب ال activity f دي اخر activity، فبالتالي لو activity f بتخلص عند اليوم ال 12 يبقى اكيد لازم تخلص عند يوم ال 12، فالرقم ده هيبقى هو ال late finish بتاع ال activity. يبقى activity F ال late finish بتاعها 12. دايما دايما اي activity on node زي ما قلنا لازم يبقى لها بداية واحدة ونهاية واحدة. ليه؟ عشان تبقى محكومة بالبداية تبتدي عند يوم 0 ومحكومة بالنهاية تنتهي عند اخر يوم في المشروع. وباي ذا واي يوم 12 ده هو ده التوتال بروجكت ديوريشن. البروجكت بتاعي كله ده خد كام يوم؟ خد 12 يوم. طب انا لو عارفه ان اف بتخلص عند 12 وهي بتاخد يومين، يبقى بتبتدي امتى؟ بتبتدي عند اليوم العاشر. طيب بالراجع اي ودي المفروض يخلصوا امتى؟ لو انا عارفه ان اف المفروض تبتدي عند 10، اي ودي المفروض يخلصوا بالكثير عند اليوم العاشر عشان F تعرف تبتدي عند يوم 10. فعشان كده احنا هنحط في E و D 10 في الكيس ديت في ال late finish. وهنحسب ال late start بتاع E مثلا، ال late start بتاع E هيبقى 10 ناقص 3 يبقى هيبقى كام؟ 7. وال late start بتاع D هيبقى 10 ناقص 3 اللي هو هيبقى كام؟ هيبقى برضه 7. يبقى كده حسبت ال late finish وال late start بتاعت D و E. تعالوا ندخل على activity C. activity C العلاقه بينها وبين دي ايه؟ finish to start. يعني البدايه بتاعت دي هي ال start بتاع C، يبقى هنقل السبعه دي زي ما هي واطرح منها 5 عشان اجيب البدايه بتاعت C، لقيتها ب2. ونفس الكلام بالنسبه ل B، العلاقه بين B و E finish to start، يبقى هنقل السبعه ديت هنا. فبالتالي C هتبتدي عن B هتخلص عند 7 وبتاخد يومين، يبقى تبتدي عند 5. طيب ايه هتبتدي امتى؟ ايه هتخلص امتى؟ والله ايه جاي بعديها؟ بي وسي. فالتو اوبشنز اللي عندي هما 2 و5، هاخد اني واحد؟ وانا راجعه دايما باخد ايه؟ الاصغر. ليه؟ تعالوا نشوف لوجيك. ولا انا لو حطيت 5، لو خليت ايه في ايه بتنتهي عند 5 وبعديها بي هتبتدي عند 5، مفيش مشكله. لكن لو ايه بتنتهي عند 5 وسي بتبتدي عند 2، لا انا عندي مشكله، لان سي كانت بتعتمد على ايه وكده معناها الريليشن فيها حاجه غلط. فبالتالي دايما وانا راجعه باخد الرقم الاقل، لان الاقل معناه ان انا مراعيه كل الريليشنز بتاعتي. فبالتالي هناخد هنا اهوت ان ايه هتبتدي عند 2 و بتاخد يومين، يبقى هتبتدي عند 0. وهكذا احنا خلصنا what we call ايه الباكورد باث. يبقى تاني اللي احنا عملناه ايه؟ ان احنا عملنا فورورد باث، ابتدينا عند تايم 0، شفنا الديوريشن، حسبنا الـ early finish من الـ duration، ومشينا بالـ forward path، جبنا الـ early dates بتاعت الـ activities كلها لغاية ما وصلت للآخر. وبعديها رجعت بآخر figure اللي هو total project duration، ورجعت backward path كنت بجيب الـ late finish ومنه بجيب الـ late start. وكده احنا عملنا ايه؟ عملنا الـ backward path. طيب بعد ما خلصنا الـ two paths الـ early والـ late dates كلها، هبتدي اشوف الاكتيفيتي بتاعتي عندها فلوت قد ايه. بمعنى ان مثلا اكتيفيتي وليكن اكتيفيتي اف هي افضل حاجه ممكن تبتدي فيها امتى؟ يوم 10. اخر حاجه ممكن تبتدي فيها امتى؟ يوم 10. فده معناه اف عندها ايه؟ عندها زيرو توتال فلوت، يعني ما تقدرش تتحرك فلوت، يعني حركه ما تقدرش تتحرك خالص. لازم تبتدي في يوم 10، لازم في الايرلي وفي الليت. طب تعالوا نشوف الاكتيفيتي اي اللي بعدها. اكتيفيتي اي ممكن تبتدي افضل حاجه تبتدي فيها 4، واخر حاجه ممكن تبتدي فيها 7. فبالتالي اي عندها 3 ايام فلوت، بمعنى ان عندها 3 ايام حركه
عشان تقدر تبتدي في اي يوم فيهم. ممكن تبتدي في يوم الرابع او الخامس او السادس او السابع، ما عندهاش اي مشكله. طب اكتيفيتي دي التوتال سلوت عباره عن ايه؟ برضو الفرق بين الليت والايرلي اللي هو هنا زيرو، فبالتالي دي لازم تبتدي وتنتهي في نفس الوقت. طب اكتيفيتي بي، اكتيفيتي بي افضل حاجه تبتدي فيها 2، اقهر حاجه تبتدي فيها 5، فبالتالي التوتال سلوت بتاعها بكام؟ 5 ناقص 2 يبقى 3، سي التوتال سلوت بتاعها 2 ناقص 2 يبقى 0، وايه التوتال سلوت بتاعها 0 ناقص 0 يبقى 0. فبالتالي احنا حسبنا ايه دلوقتي؟ حسبنا التوتال سلوت. تاني يعني ايه التوتال سلوت؟ التوتال سلوت يعني قد ايه الاكتيفيتي ليها حركه انها تبتدي او تبتدي امتى؟ تبتدي هل في الايرلي ولا في الليت ولا في النص بينهم؟ وايه الفرق ما بينهم؟ هو ده التوتال سلوت. وبالتالي احنا كده عرفنا التوتال سلوت بتاعت كل الاكتيفيتيز. وزي ما احنا شايفين المشروع ده عندي فيه 2 باثز، اكتيفيتي A B E F، وعندي باث تاني لتحت A C D F. فديت ال 2 باثز بتاعتي. وزي ما احنا شايفين الباث اللي تحت الاكتيفيتيز اللي فيه كلها التوتال سلوت بتاعها بزيرو، فبالتالي بنسمي الباث ده ايه؟ بنسميه كريتيكال باث. يعني ايه؟ ده المسار الحرج، ده الاكتيفيتيز اللي عليه كلها لازم تبتدي في ميعادها وتنتهي في ميعادها، ملهاش اي فلوت. بمعنى ان الاكتيفيتيز دي كلها كريتيكال اكتيفيتيز، بمعنى انها كريتيكال هتحكم لي المشروع. لازم لازم دايما تبتدي اون تايم، ولازم لازم دايما تنتهي اون تايم، وده اللي احنا بنسميه كريتيكال اكتيفيتي. يوسف انت رافع ايدك؟ اه يا دكتور، اه يا دكتور، آه دكتور، هي هو للأسف الليكتشر هناك الدكتور دخل وقال 5 دقايق وهيبدأ، فاحنا نعمل ايه؟ خلاص انا بقفل دلوقتي فاضي. تمام طيب ماشي، احنا دلوقتي بس عشان بس مش عارفين نتصرف، فهم بعتولي قالوا لي اسأل الدكتور. طيب احنا دلوقتي عن زي ما قلنا احنا عرفنا دلوقتي ايه هو الكريتيكال باث، وكل الاكتيفيتيز على الكريتيكال باث دي بنسميها كريتيكال اكتيفيتيز، وديت ايه الديفرنت الديفرنت ايكويشنز اللي احنا استخدمناها عشان نقدر نطلع ال early finish وال late start. التوتال سلوت زي ما قلنا هو الفرق بين ال early وال late، سواء كان start على فكرة وهي هي ال late، كده كده two definitions دول صح لل total float. وكده احنا عرفنا نحسب ال total float، وديت some definitions ممكن تبصوا عليها لو عايزين. اخر حاجة عايزة اقول لكم عليها ان في حاجة اسمها free float. يعني ايه free float؟ يعني قد ايه وقت تقدر الاكتيفيتي تتحرك فيه. بمعنى تعالوا نرجع للاكزامبل بتاعنا، احنا قلنا دي صوت الصوت بتاعها 3، دي ممكن تبتدي يوم 2 او 3 او 4 او ماكسيمم يوم 5 عشان تقدر ما تاخرش المشروع بتاعي. نفس الكلام بالنسبه لاي، هي ممكن تبتدي من اليوم 4 لليوم 7، ما عندهاش اي مشكله. طب تعالوا نشوف لو اي ابتدت يوم 4 وخلصت يوم 7، ايه اللي حصل؟ ان ايه هتأثر ازاي على الاكتيفيتي اللي بعدها؟ هو ده بقى الفري فلوت. ايه بتخلص عند 7 واف اللي بعديها بتبتدي عند 10، فبالتالي ايه الفري فلوت بتاعها كام؟ الفري فلوت بتاعها 3. ايه ممكن تتحرك من غير ما تأثر على الاكتيفيتي بعدها 3 ايام، والتوتال فلوت بتاعها قد ايه؟ برضه 3. فبالتالي الفري فلوت ممكن يتابي التوتال فلوت او يبقى اقل منه، لكن لا يمكن يبقى اكتر. بعدين نشوف اكتيفيتي دي، اكتيفيتي دي هتخلص امتى؟ عند 4. والاكتيفيتي اللي بعدها اللي هي ايه هتبتدي امتى؟ عند 4. الفرق ما بينهم الزيرو، بالتالي الفري فلوت بتاع بي الزيرو. بمعنى بي ما تقدرش تتحرك من غير ما تاثر على الاكتيفيتي اللي بعدها. لو بي ابتدت عند 2 هتخلص عند 4، يبقى ايه هتبتدي عند 4 وتخلص عند 7. فبالتالي الحركه بتاعت بي من غير ما تاثر على الاكتيفيتي اللي بعدها بنسميها ايه؟ بنسميها فري فلوت، وهي في الكيس دي زيرو. طب ايه هي بقى التوتال فلوت؟ التوتال فلوت قد ايه بي ينفع تتحرك من غير ما تاثر على التوتال بروجكت ديوريشن؟ بمعنى ان بي لو التوتال فلوت بتاعها 3، لو اتاخرت 3 ايام يبقى هتبتدي عند اليوم 5 وتخلص عند 7، ساعتها هي زقت اي كمان واجبرت اي انها تبتدي في الليت اللي هو 7 وتخلص 10، عشان يا دوبك ما تاثرش على الاكتيفيتي اف، او ما تاثرش بالتالي على التوتال بروجكت ديوريشن. يبقى تاني الفرق بين الفري فلوت والتوتال فلوت ايه؟ الفري فلوت هي قد ايه سماحيه للحركه من غير ما اثر على الاكتيفيتي اللي بعدي،
التوتال فلوت هي قد ايه تنحية الحركة من غير ما اثر على المشروع كله، او بمعنى اصح من غير ما اثر على التوتال بروجكت ديوريشن، وهو ده التوتال فلوت. وزي ما احنا برضو شايفين الكريتيكال باث هو اطول باث، ليه؟ لان كل اكتيفيتيز لازم تبتدي وتنتهي في ميعادها، فهو اطول باث ما فيش فيه اي فلوت. لكن الاكتيفيتيز بي واي هتلاقوا الديوريشن بتاعتها اقل من الاكتيفيتيز الثانيه، فبالتالي كان ليها سماحيه للحركه او ليها فلوت. بس وهنقف هنا دلوقتي ونشوف هناخد الاكزامبل ده.